السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أبنائي عاملين ايه؟ إن شاء الله النهاردة معانا حرف جديد من حروف اللغة العربية، يلا بينا نتعرف عليه ونشوف هو مين. مين على الباب؟ أنا حرف الذال. ازيك يا حرف الذال؟ ازيكم يا أصحابي؟ انت حرف شمسي ولا قمري؟ حرف شمسي يعني ايه شمسي؟ لما يدخل عليا الألف واللام أبقى مشدد. واللام بتاعتك اسمها لام ايه؟ اسمها لام شمسية. يعني ايه لام شمسية؟ تكتب ولا تنطق، والحرف اللي بعدها لازم يبقى مشدد. اهلا اهلا، شرفتنا ونورتنا، اتفضل جوه عندنا يا حلو زينا. يا أصحابي أنا النهاردة هعرفكوا عليا من خلال أشكالي وأصواتي وسكناتي ولاماتي ومدوداتي وتنويناتي، يلا بينا. أول حاجة شكلي بيجي بالشكل ده، ما بنزلش عن السطر، وطبعا النقطة بتاعتي حرف الذال. طبعا طرف السنة بيطلع من بين أسناننا عشان نميزه عن حرف الزاي، نقول ايه؟ ذال ذال ذال. طيب نشوف شكلي في أول الكلام، وسط الكلام، آخر الكلام متصل، آخر الكلام منفصل. شكلي ما بتغيرش كتير، ممكن الشكل في وسط الكلام أو المتصل باللي قبله بيشبه النون. طيب اللي هيميزه أكتر هو الكلمات، الكلمات بتاعته اللي هنجيبها عشان نميز شكله. طيب ذال في أول الكلمة، كلمة ذيل ذيل ذيل. في وسط الكلمة متصلا باللي قبله طبعا، ما يتصلش باللي بعد، عذب عذب عذب. آخر الكلام متصل باللي قبله، طبعا هو وقع في وسط الكلمة في نهاية الكلمة، لذيذ لذيذ. في آخر الكلمة منفصلا، معاذ معاذ معاذ. يبقى عندنا أربع أشكال لحرف الذال، أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة متصلة، آخر الكلمة منفصلة. يبقى بيتصل في آخر الكلمة وينفصل في آخر الكلمة. دي كانت أشكالي. رقم اتنين، يلا بينا نعرف أصواتي. رقم اتنين، ذال فتحة تبقى ذا، ذال ضمة ذو، ذال كسرة ذي، ذال سكون. طيب أول كلمة، أول صوت ذا، ذا، ذهب ذهب ذهب، ذو ذو، ذبابة ذبابة، ذي ذي، ذراع طيب الذال الساكنة هتكون فين؟ في وسط الكلمة، جذر جذر. وكلمة جذر اسم، وانا معودكم يا اصحابي ان انا بجيب لكم سكوناتي من خلال الفعل. طيب رقم ثلاثة السكوناتي، انا حرف الذال، هنجيب حرف الالف والنون والياء والتاء، اللي هم حروف الفعل ايه؟ المضارع. او الاذ الذال الساكن، اذ هبو فعل مضارع، بتكلم عن نفسي انا اذهب. طب نحن نذهب. الياء هو يذهب،
الولد. التاء تذهب البنت. يبقى عندنا السكون حرف الذال من خلال الفعل المضارع، والحروف دي الألف والنون والياء والتاء مجموعين في كلمة أنيته يعني ربيته، الألف والنون والياء والتاء فعل مضارع، حروف الفعل المضارع يبدأ بهم مجموعين في كلمة أنيته يعني ربيته، بنقرب المعنى. ودي كانت سكوناتي. يلا بينا على رقم 4 نعرف لاماتي. رقم 4 لاماتي، انا حرف الذال. اللام يعني بنقول بيدخل على الكلمة الالف وايه واللام، ونشوف حرف الذال هيحصل له ايه. كلمة مثلا ذهب، ذهب المعدن، ذهب ذهب. طيب دخلت الالف واللام على كلمة ذهب كانت ايه فتحة، نشوف الذال تحولت الى حرف مشدد، الذا الذا الذهب. طيب اللام هنا سمعنا صوتها؟ طبعا لا، تكتب ولا تنطق، ودي اللام الشمسية، وانا بشبهها بالباب المفتوح، يعني باب الكلمة مفتوح بندخل على طول على الحرف اللي بعد اللام، وهنا حرف الذال ويصبح مشدد وننطقه مرتين، مرة ساكن او نسمع صوته مرتين، مرة ساكن ومرة متحرك، يبقى أذى أذى، واللام ما نسمعش صوتها. طيب نشوف اللام التانية لما تدخل على حرف الذال المضموم، أذو أذو، الذرة الذرة، كانت ذرة. أذي الصوت الثالث شدة الكسر، أذي الذئب الذئب، كانت ذئب. يبقى هنا اللام ما بنسمعش صوتها، وننطق الحرف الذال مرتين ساكن ومتحرك في حالة دخول الألف واللام على الكلمة. كده عرفنا لاماتي وهي اللام الشمسية. رقم 5 نشوف المدود. مدوداتي، أنا حرف الذال. طيب عندنا حروف المادة إيه يا أصحابي؟ الألف والواو والياء. طيب دول بنقول عليهم حركات طويلة، حركات طويلة وأصوات طويلة، يشبه ثلاث حركات قصيرة، الفتحة والضمة والكسرة، وكل حركة من الحركات القصيرة لازم تكون موجودة مع المد على الحرف اللي قبله، في الكسرة تحت الحرف اللي قبله عشان تساعده وتديله صوت المد. طيب عايزين كلمة فيها ذال ممدودة بالألف، ذا، ونكون حروف حوالين الصوت ده، ذا ذا، ممكن نجيب ايه؟ غي غذاء. الذال هنا ممدودة بايه؟ بالالف، وشرط المد الالف ان الحرف الممدود اللي هو حرفنا النهاردة يكون عليه ايه؟ فتحة، تبقى كده فيها مد ايه؟ الف. طب عايزين كلمة بها مد بالواو والممدود الذال، بذور بذور، شرط المد الواو حرف الممدود اللي هو الذال هنا يكون عليه ضمة. طيب المد الثالث وهو مد الياء، كلمة مغذي مغذي مغذي. طيب نطقنا الذال كم مرة؟ مرتين، مغذي، تبقى شدة ونحط الكسرة هنا ممكن تحت، مغذي شدة ايه؟ كسر. يبقى هنا مد ألف مد واو مد ياء،
مغذي، نضع شدة الكسر فوق في حالة مد الياء. يبقى هنا عندنا المدود التلاتة، مد ألف، مد واو، مد ياء. طيب رقم ستة، تنويناتي أنا حرف الذال. تنوين بإيه؟ بالفتح، بالضم، بالكسر. طيب التنوين بنسمع صوت إيه؟ صوت النون، بس مش هنكتبها في إيه؟ في الكلمة. طيب نشوف كلمات توضح المعنى. كلمة لذيذ نهايتها حرف الذال عشان إيه؟ ينون. لذيذ، عايزين بالفتح، يبقى لذي ذن. التنوين بالفتح بيحتاج ايه؟ ألف مساعد، والتنوين يوضع على الحرف المنون اللي هو ايه؟ الذال. لذيذا، ونسمع صوت ايه؟ النون، بس مش هنضيفها في الكلمة، نسمع صوته بس ما يتكتبش. طيب تنوين بالضم يبقى في نفس الكلمة، لذي ذن، نسمع صوت ايه؟ نون، ولكن ما نكتبهاش، لذي ذن. طيب مد بالياء، تنوين بالكسر، لذي ذن. يبقى الثلاث اصوات دول ايه؟ اللي هو التنوين بنسمع صوت النون، بس النون دي مش هنكتبها، انا مميزه هنا وكاتبها عشان نعرف ان احنا بنسمع صوت نون، بس مش هنكتبها في الكلمه، لان الصوت يسمع ولا يكتب. يبقى بكده وصلنا للست حاجات بتوع حرف الذال، وهو حرف طبعا لثوي، يعني بنطلع طرف لساننا واحنا بننطقه عشان نميزه عن صوت ازاي. طيب يبقى كده عرفنا اشكاله واصواته وسكوناته ولاماته ومدوداته، وبكده نكون وصلنا لنهاية حرفنا ونهاية حلقتنا، وان شاء الله نقابلكم في حرف جديد من حروف اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.